عليهم بعقوبة نهائية رصدت كاميرا النهار فرحة أقارب المفرج عنهم أمام سجن القليعة، والذين كانوا متواجدين بقوة في انتظار ذويهم معبرين بذلك عن فرحتهم وترحيبهم بهذا القرار. التفاصيل في ميكروفون إيمان طبيب. أنا فرحان، أنا من الصبح بتخدم، أنا من الصبح، أنا من 8:30 راني هنايا، مازال ما شتوش، مازال ما خرج، أنا مشوقة، عنده 5 شهور هنا نشوف ونجي زيارة، بصح باش عندك توليدي بس تو مازال ما جا. مازال. دي صاحبي لهنايا طاح على قضية المهم دي بزاوقة، حكم ضربوه بعام، حكم عام. دوكايا جوز 6 شهور حبس، قتلوا 3 شهرين مرموا، المهم قتلوا في الشارع. دوكا يبقات له شهرين حكمته لا كراس من 8 تاع الصباح وحنا نستناو. على كل حال على كل حال مخرجين دوكا الله يبارك، راهم يطلقوا بال10 بال15 من الصباح. واحد واش راني نشوف واحد 100 120 صنفا هكاك مخرجين، انا نستناو ان شاء الله هنا حتى الليل حتى 11 تاع الليل. اختي انا من 8 تاع الصباح هنا انا نستنى في خاوتنا يخرجوا. الاجواء ام تلقى فرحه ما كاينش ام تفرح بوليدها، اختي قاعد نستنى فيهم متعلقوا. عندي 2 خاوتي هنايا، واحد هنايا راني نستنى فيه على ربي ان شاء الله يطلقوه، وراني نستنى خويا واحد اخر وفي المنيا ان شاء الله بربي يطلقوه. هنا من 9 تاع الصباح وانا هنا ديجا راني جاي من البحر، من وسط البحر جاي ديريكت، راني بلي بوط كيما راني بلي بوط جاي من البحر ديريكت لهنا باش ندي خويا ان شاء الله بربي. مش غير نعنقو نحل روحي نشكو لداخل نبات معاه في سورتو لميمه، لميمه هي صح مش كيما انا هذا خويا تما يما لو كان سا ديبون. يا ودي راهي تصفق، راهي تسنى بها ب10 عينين ان شاء الله.